بصوت عال وجريء ومتوازن، بصور حقيقية واضحة غير خاضعة للفلترة وبلا تحفظات مجتمعية ودون تابوهات. سنعايش معكم واقع المرأة الفلسطينية بحلوه ومره. ستحملنا كل ضيفة وإياكم إلى عالمها الخاص لنتذوق معها مواطن الوجع ومكاننا الفرح. من خلال هذه النافذة الأسبوعية سنؤنث القصة ونروي من الحدث إنسانية التاء المربوطة ونون النسوة بالفلسطيني. أهلا بكم بمنبر حارسات النار والبيدر، الثائرات الماجدات حنايا الياسمين. في الحلقة الأولى نفتح جرحا ما زال مفجعا، نسوة يقتلن تحت مقصلة شرف الذرائع والدوافع الواهية. تتداخل في هذه الجريمة العادات مع القوانين، فتغيب العدالة أو تطول ليبقى حق الحياة لبعض النسوة مجرد شعارات. في هذه الحلقة نبحث عن حق الحياة المفقود لبعض النسوة، ونبحث عن مواطن الفشل في حماية الضحايا عند القانون ومؤسسات المجتمع المدني. باسمكم مشاهدينا نرحب أولا بمنسقة منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة الأستاذة صباح سلامة. أهلا بك. أهلا بك. والأستاذة رئيسة نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صلحية. أهلا بك. طبعا وباسمكم أيضا مشاهدينا في البداية بنرحب بالأستاذ عبد العزيز أديك من محافظة سلفيت. الأستاذ عبد العزيز فقد ابنته سهى التي قتلها زوجها أمام أطفالها في سلفيت قبل نحو 3 أعوام. اليوم أستاذ أنت معنا عشان تسمع صوتك وصوت أولاد بنتك القتيلة وصوت بنتك القتيلة للعالم. أنت حبيت تطلع الإعلام اليوم وتحكي قضية بنتك. أولا بشكر هيئة الإذاعة والتلفزيون فلسطين على إتاحة الفرصة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه من يقتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكيف بجريمة قتل زوج لزوجته أمام أطفالها، حرمها من حقها في الحياة وجعلنا نفقد أغلى ما عندنا، بنتي البكر كنت أسميها الغالية، في لحظة من اللحظة في لحظة فجاءة رمى عليها وقذف بشرفها بشكل مفاجئ، حيث أن سلوكها لم يكن يثير أي شك من الشكوك أو اشتباه حول سلوكها في طيلة حياتها إلى حد ما قام بهذه الجريمة. طبعا هذه الجريمة عملت فاجعة وكانت مفاجعة كبيرة لأهل البلد وللعائلة، وأدت إلى حدوث أيضا فسخ في وشرخ في العلاقات بين أفراد العائلة وأفراد الأسرة. فاجعة كبيرة ومصيبة كبيرة أثرت على الأولاد اللي فقدوا أمهم، وفي نفس اللحظة أيضا فقدوا أبوهم القاتل المجرم اللي تغيب عنهم على السجن، ولحد الآن نقوم بتربيتهم واحتضانهم ويرفضوا حتى الاعتراف بأبوهم أو مقابلته أو مشاهدته أو الذهاب إليه. سيد عبد العزيز احنا هاي التفاصيل كاملة أكيد رح نسمعها من حضرتك، لكن بالبداية حابين نعرف تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة ابنتك البكر. والله كانت حالة فجائية، يعني ما أدت طبعا كانت نتيجة، بديش أدخل بالتفاصيل كاملة لأنه طويل، لكن فجأة في خلال يوم أو يومين نسمع أنه بتهمها وبشرفها وبشك فيها وكذا وكذا، وبعدين في قبل يعني وقوع الجريمة بساعة أو أقل من ساعة أنا كنت موجود في عندهم بالبيت، وما كان في أي شك أنه في راح يكون بهذه الجريمة، وكان بحالة هدوء. برضه سمعت بعدين أنه كان يعزف على العود وكانت أمه عنده، وفي وقت الجريمة كان في إخوته هناك موجودين.
وهي موجودة في الطابق الأرضي مع أولادها، عملتهم كيك وبيلعبوا على الكمبيوتر وكذا، ومع وجود إخوته فجأة بيسمعوا هم خروشة في الجوارير المطبخ، وبعدين بيطلع هو بيطلع معها فوق وبقتلها، وبفزع أولادها الصغار ويلاحظوا أنه قاعد يطعن فيها في صدرها وهي تستنجد فيهم. وفي نفس الوقت لما سمعوا أخوته أنه في صوت وكذا طلعوا فوق، حاول يعترضهم ويمنعهم أنهم ينقذوها وكلهم خليها تلفظ آخر أنفاسها وخلي دمها يروح على المجاري. وطبعا أنا بعتب على النيابة في البداية في هذه اللحظة، أساس أنه هذول أخوته كانوا موجودين في مسرح الجريمة، ليش ما يتهموا بالمشاركة والتحريض والتقصير في منع الجريمة؟ احنا رح نسمع كل عتبك أنت اليوم هون، لتنقل عتبك للنيابة وللقانون ولأعلى سلطة بدك إياها عبر شاشة تلفزيون فلسطين. بس يعني حابة أدخل شوي بتفاصيل الأولاد. الأولاد رأوا الجريمة كاملة؟ الأولاد لما سمعوا صوت أمهم بتصرخ وقاعد يطعن فيها ركضوا رماء على الغرفة، هو ناس يسكر الغرفة، فتحوا الباب لكيه قاعد ماسكها في شو اسمه حاطط إيده تحت لحيتها وبطعن فيها بصدرها، وهم حاولوا يشدوا في الجري من تحت ومش قادرين يبعدوا عنها. نعم أستاذ دارين، أين تبدأ صلاحياتكم بهذه القضايا وأين تنتهي؟ قبل ما ننقل لوم الأستاذ عبد العزيز للنيابة عن النيابة، خلينا نعرف وين تبدأ صلاحياتكم وين بتنتهي. يعني ابتداء قضية سهاد ديكي مش أول قضية ولا راح تكون آخر قضية إنه كنيابة عامة إحنا بنحقق فيها، وللأسف قضايا قتل النساء أصبحت ظاهرة، يتوجب التوقف عند هذا الحد ونقول انه يتوجب ان يكون في عندنا قانون رادع بالتعامل مع قضايا القتل على خلفيه ما يسمى بالشرف مع عدم التسليم في هذا المصطلح. ابتداء في النيابه العامه ما قبل 2016 وما بعد 2016. ما قبل 2016 النيابه العامه بموجب القانون الاجراءات الجزائيه تختص بتمثيل اقامه الحق العام، دعوى الحق العام بتمثيلها عن المجتمع الفلسطيني باتخاذ كافه الاجراءات بالدعاوى الجزائيه. ما بعد 2016 أصبحت في عندنا نيابة متخصصة اسمها نيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة حماية المرأة المعنفة والأطفال وكبار السن والمعاقين، وهذا الاختصاص اللي أنا حكيته هو بشكل أو بكلمات بسيطة اللي هي بتختص بكافة الجرائم داخل نطاق الأسرة المرتكبة داخل نطاق الأسرة، سواء من الرجل على الرجل أو من المرأة على الرجل في حال جريمة زي اللي استمعنا إلها. إذا سمحتي أين تبدأ صلاحياتكم وأين تنتهي؟ الصلاحيات بتبدأ من التخصص تبعنا بيكون ما قبل وقوع الجريمة، في حالة إنه في عنا أي إشارات أو مؤشرات خطورة على امرأة كانت واقعة ووصل الموضوع للنيابة العامة أو للتنمية الاجتماعية وأصبح في مؤتمر حالة، نيابة العامة بتبدأ صلاحياتها من مؤتمر الحالة. ما بعد مؤتمر الحالة في حال أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بالنسبة للحماية بظل عدم وجود قانون خاص يعطي التدابير الحماية وآليات التدابير الحماية المنصوص عليها في كافة القوانين المتقدمة المتحضرة، بيبدأ دورنا بالتحقيق بالجناية المرتكبة ومن ثم تمثيل المجتمع تمثيل الحق العام بمحاكم المحكمة البداية إذا كانت جناية أو محكمة الصلح إذا كانت من القضايا الجنحوية، ومن ثم متابعتها من محكمة الاستئناف والطعن فيها من محكمة النقد، يعني حتى آخر درجة من درجات التقاضي. نعم. طب الملاحظات اللي حكاها الأستاذ عبد العزيز على النيابة العامة كيف رح ترد عليها؟ ملاحظاته هي ملاحظات مشروعة يعني، وإحنا بنسلم فيها باعتبار أنه أي مواطن فلسطيني فقد عزيز عليه ممكن أنه يقول أنه ليه هذا الشخص ما تلاحق أو هذا الشخص ما تلاحق، لكن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، يعني بدليل أنه هو كان يحكي بالتفاصيل، قال أنه أنا كنت موجود عند المغدورة قبل ساعة. نعم. وكانت أخت أمه وكان أخوته وكان هو موجود وكان القاتل الجاني في الطابق الثاني وكانت المغدورة في الطابق الأول. مجرد تواجد الأشخاص في إطار وقوع الجريمة وهو اتبادر لذهنه أنه هم كانوا على شريكين أو مشتركين، هو حكى كلمة من ضمن الحديث تبعه أنهم حاولوا يحجزوا بينه
المغدورة وبين الجاني إلا أنه منعهم وصدهم. هذا بالركن المادي. بالركن المادي يعني إحنا عشان نحكي في اشتراك في أركان مادية للاشتراك، وبدنا نحكي إنه في الاشتراك يتوجب الاشتراك يكون في اتفاق وفي اتحاد الإرادة الجرمية على إنهم يعملوا نتيجة عمل معين. السؤال إنه هل هذا الأركان المادية، وأنا بحكي بلغة بسيطة، هل هاي الأركان المادية تواجدت حتى إنه إحنا نلاحق الأشخاص سواء كانوا موجودين ولا مش موجودين؟ هذا هو السؤال اللي هو الناحية القانونية اللي نقدر نجاوب عليها. الإجراءات اللي تم اتخاذها في الملف انه تم التحقيق وعدم التسليم انه المجاني ارتكب الفعل على خلفية ما يسمى بالشرف، بل على العكس النيابة العامة تمسكت في التكييف القانوني منذ اللحظة الاولى، منذ تلاوة التهمة على المتهم واستجوابه، انه القتل بسبق تصميم وإرادة كاملة وتم اسناد 328. ومحكمة البداية أصدرت الحكم وعدلت وصف التهمة، والنيابة العامة تمسكت في التكييف القانوني وتم الاستئناف. رح يكون في قرار صادر من محكمة الاستئناف بناء عليها احنا بنحدد كمان انه هل النيابة العامة ترغب بإرادتها بالاستمرار والطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف فيما اذا تم تعديل وصف التهمة ولا لا. رح نرجع لمصير الجاني أكيد ومحكمة الاستئناف والتفاصيل هاي، لكن عن المنظمات النسوية الأستاذة صباح، ملف النساء اللواتي يقتلن بظروف غامضة كجمعيات نسوية ومنظمات نسوية وهيئات محلية، كيف تتعاملون مع هذا الملف؟ يعني حقيقة سواء يقتلن بظروف غامضة أو بظروف عادية، مقتل النساء وجرائم مقتل النساء تحتل الصدارة واهتمام كل مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها المؤسسات النسوية، لأننا بنرى أن هاي الجرائم هي تهديد ليس لأمن ليس لحياة النساء فقط، هي تهديد لأمن المجتمع بأسره، تهديد لأمن أسرة كاملة. استمعنا لأبو مالك وإحنا كمنتدى يمكن تابعنا القضية مقتل سهى منذ البدايات، يعني منذ الحادث، وزرنا البيت وشفنا الأطفال وكلنا بندرك سواء عن بعد أو عن قرب مدى تأثير هاي الجرائم على الأسرة وعلى الأطفال وعلى المجتمع كاملة. وبالتالي متابعة المجتمع إلها، متابعة المنتدى إلها هي متابعة حثيثة جدا، وهي يعني بكل محطات عملنا بتكون ظاهرة يعني موجودة أمامنا، سواء لما نلتقي مع صناع القرار يعني أو سواء باحتجاجاتنا بالشارع، مطالبتنا بقوانين تحمي النساء، مطالبتنا بقوانين رادعة تحاسب المجرم وأقل ما فيه يعني يتم الانتصار لدم الضحية. وبالتالي عملنا يعني في هذا الموضوع عمل حثيث، لم نصل للمستوى اللي احنا بدنا، يعني نطمح بأن يكون هناك سياسات وقوانين تساعد عمل المؤسسات. يعني على مدار أكثر من 20 سنة والجمعيات النسوية تناضل وتصرف مبالغ مهولة على قضية قتل النساء في ظروف غامضة أو ما يسمى قتل النساء على خلفية الشرف، إلى الآن لا قوانين تم استبدالها أو تعديلها أو ولا حتى استحداث قانون يضمن العقوبة للقاتل. برجع لك أستاذ عبد العزيز، يعني كيف تعاملت الجمعيات النسائية والمنظمات الأهلية مع قضية قتل ابنتك؟ والله أنا بوجه لهم الشكر الجزيل، منتدى يعني خاصة منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية وخاصة الأستاذ صباح سلامي والأستاذ رندا سنيورا، نعم، ومنظمات أخرى وجمعية الحياة برضو في بيديا، يعني بقاموا بجهد جبار ونشكرهم على ذلك، يعني الحمد لله. تمام، نرجع لقضية الجاني، حاليا هو وين موجود؟ موجود في البلد وفي بيته بمارس حياته بشكل طبيعي، وبعد المقتل بعد ما طلع من السجن السنتين تزوج ومارس حياته الطبيعية، وهو أخو تحدي الآن حتى يعني بيفتخر باللي عمله كأنه عمل بطولي، نعم، وللأسف طبعا اللي على أشكاله بأيدوه بهنوه. يعني لما تشوفه أنت ومر عنك في الطريق، يعني كيف بتحس؟ بتمنى لو الأرض تشك وتبلعه. علاقته مع أولاده كيف؟
هو حاول يضم الاولاد وحاول انهم حتى رفع قضايا عشان المشاهد والضم، لكن الاولاد ما بدهم اياه ولا بدهم يشوفوه ولا بدهم ينضموا له. نعم. والقاضي رفض ضم الاولاد الكبار حتى. أستاذي دارين، يمكن أنتم كحقوقيين تتعاملوا مع قوانين، مع ملفات، مع أوراق، وأنا بدوري هون كمقدم للبرنامج أتعامل مع حالات إنسانية بحتة. إيش من موقعك، من مكانك، إيش ممكن تجاوبي الأخ عبد العزيز لما يشوف الرجل اللي قتل بنته واتهمها بشرفها أمامه، عايش حياته طبيعية، متزوج وممكن كمان يجيب كمان أطفال، إيش ممكن تحكي لرجل بصفتك بتمثل القانون؟ يعني ابتداء أنا ما بختلفش عنك كتير من حيث أنه مزبوط أنا بحكي من جانب قانوني، لكن أنا كمان بحكي من جانب اجتماعي باعتبار أنه النيابة العامة بتمثل الحق العام، وباعتبار أن أنا بحكي عن نيابة حماية الأسرة بمثل نيابة حماية الأسرة، كمان أنا بحكي عن جانب اجتماعي لا يعني بمشي بنفس الطريق اللي أنت بتمشي فيها، لأنه أنا بحكي بلسان الضحية. النيابة العامة بتمثل الضحية المغدورة، وبالتالي أنا المفروض أنه كنيابة عامة أمثل الضحية وأنقل صوت الضحية وأخذ حقها بالكامل، باعتبار أنه حتى لو ما في عندي شكوى من والد المغدورة، أنا اللي حسب القانون بستمد صلاحياتي بتمثيل هاي الضحية. نعم. بالنسبة للوالد، لما بتفهم أنه هو بقول أن أنا بحس انه لو الارض تنشق وتبلعه، لكن انا كمان بحكي من جانب قانوني، انه القانون رسم طرق معينه للطعن في القرارات الاحكام الصادره عن الاحكام الجزائيه، ومفروض انه احنا نكون في عنا النصوص القانونيه هي يجب انها تكون عادله ما بين تحقيق العداله وما بين تحقيق الردع العام وتحقيق الردع الخاص. فطالما أن الحكم القضائي اللي صادر عن محكمة البداية تم استئنافه، ويوجد القانون نظم لطرق الطعن في الاستئناف ومن ثم طرق الطعن في النقد، نستنى القضاء والقضاء الفلسطيني عادل أنه يحقق العدالة المجتمعية اللي هي هدف القانون ابتداء، اللي هي تعديل السلوك الناجم عن الأفراد، وبالتالي سلوك أي شخص هو سلوك فردي ولا ينم عن المجتمع او عن قطاع العداله اللي بده ينعملها. لكن بمعنى انه انا ايش احكي له، انا بالعكس بحيي فيه الاراده اللي دائما احنا عهدنا فيها، انه من يوم ما تم ارتكاب جريمه القتل الصادره كانت بحق بنته، هو لن يتوانى باي محفل من المحافل اللي كنت انا موجوده فيها كنيابه عامه انه يكون في بيتكلم بصوت الضحيه، وبالعكس هو ما كان يتعامل بالنمطيه المجتمعيه اللي بتعامل معاها المجتمع الفلسطيني، انه بنته تم قتلها على خلفيه ما يسمى الشرف وهو تخبى، لكن هو بالعكس كان يحكي بلسان الضحيه اللي هي بنته، وكان يمثل كمان اراده الضحايا اللي تم قتلهم واهلهم. نعم. ما كان عندهم القدره ان هم يحكوا بلسانهم، فكل الشكر له، ويا ريت يكون مجتمعنا الفلسطيني زيه. يا ريت. يعني بالبدايه لما حكيت مع حضرتك يعني كنت كثير مش عارفه من وين بدي ابلش معك، بس حسيت عندك روح المقاومه، خلينا نحكي يعني اللي خلتني انه لا، انه انا بدي احمل صوتك هذا واحمل قضيه بنتك واعرضها على الشاشه، وان شاء الله انه من خلال هاي الحلقه انه يتغير القانون على الاقل، ما تصيرش تشوف الجاني قدامك وانت تتحسر على بنتك وتتحسر على اولادها. استاذه صباح، برجع لملف الجمعيات النسويه، كيف ترون اليات تعاطي النيابة العامة، القضاء، الشرطة مع مثل هذه القضايا، وكيف هم يتعاملون معكم كجمعيات نسوية؟ هل يوفرون لكم المعلومات اللازمة؟ هل في آليات للتعاون فيما بينكم في هذا الملف؟ يعني يمكن هذا منبر أنا كمنتدى منظمة الأهلية والفلسطينية المواطنة ضد المرأة، بوجه الشكر الكبير لجهاز الشرطة حقيقة الممثلة بوحدة حماية الأسرة والجرائم الاجتماعية، بوجه الشكر الكبير لنيابة الأسرة في دائرة النيابة العامة وممثلة، والشكر الموصول دائما لدارين يعني بتعاونهم المطلق معنا حقيقة. يعني عملنا يعني على مدار سنوات بكون عملية شغل متكامل، يعني كثير في لقاءاتنا بتم الحديث عن قضايا وظواهر اجتماعية موجودة احنا كمنتدى بناخدها بعين الاعتبار وبننظم الحملات وبتم الضغط، لكن المشكلة ليست نحن كمنتدى، وانا كمان كصباح بتفهم
ليست المشكلة بما يتعلق بدائرة النيابة أو الشرطة أو القضاء، المشكلة الأكبر بوجود القانون. نعم. يعني كلنا يعني سواء كمؤسسات مجتمع مدني أو كمواطنين أو كنيابة أو إلى آخره مرهونين بما يمليه علينا القانون، وبالتالي مشكلتنا الكبيرة هي بوجود القانون اللي يعني اللي منذ عشرات السنين لا يعقل إن مجتمعنا الفلسطيني بعام 2017 موقعين على كذا اتفاقية دولية، قانوننا اللي بنخضع له واللي بيتحكم فينا وبمصيرنا وبحياتنا قانون منذ عام 1960 لم يعد مقبولا لا علينا كمجتمع فلسطيني ولا علينا كمؤسسات مجتمع مدني وجود هذا القانون. يعني لحد الآن إحنا لا مش لاكين مبرر بعدم إقرار مشروع قانون العقوبات اللي موجود. طب خلينا أنا وياك يمشي شوي شوي بالتدرج لما شو فيه الجمعيات النسوية والمنظمات الأهلية حول دفع الجهات السياسية لتغيير هذا القانون خطوة 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 خطوة. يعني إذا تسمحي لي، مؤسسات المجتمع المدني يمكن ما وصلت لما ترتئيه ولما ترغب فيه أو لما تطمح إليه حقيقة. نعم. في على العديد العديد متفقين منذ بداية الحلقة على هذا المحور، لكن اليوم إحنا موجودين في الحلقة وبنحكي عن جرائم قتل النساء. من عشرات السنوات كنا يعني إحنا نطلب من الإعلام، يعني بذكر قبل 10 أو 15 سنة بديش يعني الحال. نعم. نطلب من الإعلام ونتوجه إنها في جريمة قتل نساء. نعم. هي تفضلوا احكوا عنها. ما كان الموضوع بدائرة التابو، يعني أنا ممنوع الحديث مع اللي بكتب عن أي قضية من هذا النوع يتم تهديده وملاحظته. صحيح هذا أنا بدي أسجله إنجاز للمجتمع الفلسطيني ممثلا بمؤسسات المجتمع المدني. اليوم إحنا مجرد أي جريمة قتل أو جريمة عنف بحق النساء أو أطفال، يعني بغض النظر، بلاك الإعلام مباشرة بيحكي عنها وبيتناولها. صفت قضية النوع الاجتماعي مفروضة بكل المؤسسات والمحافل، وبالتالي خلينا يعني أكثر يعني سلط الضوء على نقطة تغيير القانون. أنتم كجمعيات نسوية ومنظمات أهلية ماذا فعلتم لتغيير هذه القوانين؟ يعني نحن لسنا التشريعي، نحن مؤسسات ضاغطة على صناع القرار لإقرار هاي خطوات الضغط اللي احنا يعني حابين نسمعها من حضرتك. شكرا لك. يعني احنا بنشوف الموضوع بسياقين، سياق في لقاءاتنا مع صناع القرار. نعم. بنطرق الباب ودائما احنا يعني بنحتاج وبنوصل وبنسلم مذكرات وبنطالب، هذا موضوع. بنقف في الشارع وبنحتاج وبنرفع اليافطات وانتم بتشاركونا مرات كثير كإعلام في. نعم. هذا الموضوع في الجانب هذا سياق بنوجه مذكرات للرئيس بشكل دائم. أكثر من هيك مع منظمة التحرير رحنا واشتغلنا على موضوع مطالبتهم إنهم يكونوا ساندين وحلفاء إلنا للمطالبة بإقرار رزمة القوانين، يعني ليست فقط قانون العقوبات، قانون حماية الأسرة من العنف بنشوف إنه ممكن كثير يساعد في حماية أمن مجتمعنا، قانون الأحوال الشخصية يعني اللي إحنا منطالب بتعديله منذ سنوات. حابة أسمع منك أين أخفق القانون الفلسطيني في حماية المرأة الفلسطينية قبل ما نرجع للسؤال القانون قبل. الفلسطيني إحنا ما عندنا قانون فلسطيني، إحنا عندنا قانون عقوبات 16 لسنة 60 هو. نعم. قانون أردني. أردني. نعم. قانون أردني أنا بعتبره أنه هو قانون أصبح عائق بتطبيق العدالة لأنه أصبحت هنالك رزمة من الجرائم غير المجرمة وغير المدرجة في نطاق هذا القانون، من أهمها. صحيح. على سبيل المثال الجرائم التهديد الابتزاز الإلكتروني، ممكن صورة بنت على تليفون تؤدي إلى جريمة قتل، وبالتالي الجاني الأساسي أفلت من العقاب لأنه لا يوجد عقوبة للتهديد الابتداء. وبالتالي نعم. الإجابة لإلك إنه أين أخفق القانون؟ لا يوجد قانون خاص بنص على تدابير حماية وعلى آليات إبعاد على سبيل المثال، وعلى القانون لهلا القانون الفلسطيني لم ينصف المرأة وحضانة المرأة في حال انفصالها عن زوجها، وبالتالي بتصفي إنه زي ما حكى لك الوالد المغدورة إنه الوالد القاتل بيطالب بالحضانة والأطفال هن الرافضين، لكن السؤال هل القانون رح يسمع صوت الضحايا اللي بطريقة غير مباشرة فقدوا أمهم وبدهم يتم الانضمام ضمهم لحضانة شخص؟ أنا ما بعلق على قانون
ولا بعلق على التدابير، لكن يتوجب أنه تكون رزمة القوانين جميعها مستجيبة. مش نحكي طيب. عن قانون عقوبات ولا بنحكي عن قانون حماية أسرة، إحنا بنحكي عن قانون أحوال شخصية. أستاذة استكمالا نفس النقطة، الجمعيات النسوية كيف ترى وجود قدرات أو تطوير القدرات القائمين على مثل هذه القضايا، يعني من الشرطة للقضاء لكافة الأطراف؟ يعني بدي أأكد 100% على التناولة الأستاذة دارين فيما يتعلق ببناء القدرات والعمل على ذهنية من يمتلك القضاء ومن يمتلك قطاع العدالة ومن يتعامل في ملفات قضايا وعنف النساء. المنتدى يمكن مؤسسات المنتدى يعني مدرك أهمية هذا الموضوع، وبالتالي هذا الحكي بيترجم من خلال عمل مؤسسات المنتدى فيما يتعلق مع قطاعات العدالة المختلفة، سواء نيابة أو شرطة أو حتى قضاء، من خلال العديد من الورشات اللي بتم استهداف مؤسسات قطاع العدالة بالتدريبات وبتنمية القدرات، لأن نحن مؤمنين إيمان مطلق بأهمية وجود قضاء، بأهمية وجود نيابة، بأهمية وجود شرطة يمتلكون الذهنية التي تؤمن بحقوق الإنسان وحقوق النساء، ليست يعني أقل أو دونية من باقي حقوق أفراد المجتمع، وبالتالي حقوق النساء هي حقوق إنسان. أهمية إيمان يعني أفراد القطاع العدالة بكافة أطيافها بهذه القضية بقودنا إن لما بتكون حتى لو يعني ما في قانون، مع تأكيدنا الكامل على أهمية وجود القانون، إلى أن هذا بيساعد على عملية إحقاق الحق وردع الجاني وبالتالي تحقيق الردع العام. يعني المطلوب العمل على الاتجاهين، تطوير القدرات وتنميتها وإيجاد القانون وتعديله أو إيجاده أصلا. أستاذ عبد العزيز، بشكل واضح وصريح، هل خيب القانون أمالك؟ والله أنا بدي من بداية الجريمة ومن نفس ديرة الجريمة طبعا بحضر الأمان وكذا وأسلحة وجنود وكذا وكذا، حكيت لهم أنتوا علش يعني إحنا ما عندنا ردة فعل غوغائية على شريعة الغاب، إحنا خلي القانون يأخذ مجراه ومنشوف، لا نظل ماشيين طول بال وصبر للنهاية ومنشوف لوين بيؤدي الموضوع. وبنفس الوقت برضو صممت إني أعمل حسنة جارية لبنتي، إني أوقف هذا الموقف اللي أنا واقفه للنهاية. أستاذ صباح، يعني بدي أختم أو بدي أبدأ الخاتمة من معك، للحفاظ على حق النساء في الحياة في فلسطين ماذا نحتاج؟ نحتاج لقانون، لذهنية وقضاء متخصص، يعني بحب أشير لهذا الموضوع، مهم جدا. لا يكفي وجود نيابة أسرة لوحدها وحماية أسرة في جهاز الشرطة بدون وجود قضاء متخصص ومؤمن ومتحسس لقضايا النساء والعنف الواقع على النساء. بحاجة لهذول الناس اللي فعلا هم مؤمنين بحقنا في الحياة، مؤمنين بأننا يعني مواطنات من الدرجة الأولى وليست مواطنات تابعة وإلى آخره. بحاجة لقانون، بحاجة لثقافة مجتمعية تؤمن هاي الثقافة وتساهم في نشر إن إحنا نساء نستحق الحياة، إن نحن أساس السلم وأساس الأمن وأساس إذا ما تهددت حياتنا تهدد أمن المجتمع. أستاذة دارين، ما هو المطلوب للحفاظ على أرواح النساء الفلسطينيات؟ يعني أنا بديش أكرر اللي حكته صباح، لأن أنا متفق معي 100%، لكن إحنا كمان بلزمنا نقطتين مهمات. أول إشي التوعية المجتمعية بأنه السكوت عن العنف هو مش العنف أمر داخلي، السكوت عن العنف ابتداء بدأ في درجة عنف لكن ممكن ينتهي بجريمة قتل. نعم. وبالتالي رفع التوعية المجتمعية بالإبلاغ عن العنف، هذه أول مرحلة من مراحل الحماية. النقطة الثانية اللي كتير مهم إنه إحنا بتوجب كمان إنه بالإضافة للقانون، بالإضافة للآليات الحماية وتدابير الحماية، نظام حماية الشهود كتير مهم. أنا إذا كنت جارتي وسامع إنه جارتي عمالها بتنضرب، بخاف إني أنا أبلغ، لأنه أنا اسمي رح يجي وراح أتم ملاحقة من الجيران وراح يلحقني القانون وراح يلحقني الأهل المعنف. فنظام حماية شهود وإعطاء التبليغ أو الحرية للمؤسسات المجتمع المدني وللعامة إنهم يبلغوا من غير ما أنا أدخل بالإجراءات الطويلة وأسمع اسم الشاهد وأعرف رقم هويته ولازم أسمعه، هذه مهمة كتير كتير. الإشي الثالث والأهم غير بناء القدرات، إني أنا يكون في عندي كمان
توعية داخل المناهج الفلسطينية المدارس إيش هو العنف وما هي حريتك كامرأة بجسدك وما هي حريتك كامرأة باتخاذ قرارك وتمكينها اقتصاديا اجتماعيا عشان أنا أحكي فعلا إني أنا لما أقرر إني أنا أروح أبلغ إني أنا أقدر أضلني مكملة بالمسار القانوني مش بأول ضغط مجتمعي علي بإني أسقط الدعوة أجي أقول أنا بدي أسقط الدعوة المرة أجتني مضروبة بكرة بتجيني مقتولة. نعم يعني قديش أستاذ صباح أستاذ دارين الكلام شو من حكى بيكون ما بسوى إشي جنب صبيا قتلت ظلم ولا أم قتلت أمام أطفالها. أبو مالك شاشة تلفزيون فلسطين إليك هلا الله عبر هاي الشاشة بدي أسمع منك إيش بدك من قانون فلسطيني كيف المجتمع صار يعاملك بعد الحادثة وشو بتحكي للناس شو بتحكي للمجتمع؟ أول شيء يعني استنكاف بعض الناس عن قول الحقيقة أو مساندة الحق. يعني المحايد لم ينصر الباطل لكنه خذل الحق. ففي كثير ناس موقف محايد سواء أنه خايف مثلا تسوء علاقته مع فلان أو فلان أنه يكون في مصالح أو غيره أو إنه والله أنا شو بدي في هالهم وش بدي في خليني في حالي وأعمل هم الناس. لكن بفكرش إنه المجتمع مفروض كله مثل خلية النحل مثل خلية النمل بتعاون وكذا بيؤدي ذلك إلى إنه في ازدهار في تطور في أمن في سلام في أمان. ف يعني بحاجة لتوعية سواء عن طريق طبعا عن طريق خطب المساجد عن طريق التلفزيونات وسائل الإعلام. في بالنسبة للمناهج مفروض يكون في مساق حقوق الإنسان مفروض هذا المساق حتى من الطفل الابتدائي للجامعة. طب خلينا نحكي في مساق زي عن محيط يعرف كل واحد حقه ويتجرأ أنه يطالب بحقه ويعرف شو الطرق اللي بتوديه اللي بتأدي لأنه يوصل للحق. أستاذ خلينا نحكي عن محيطك الاجتماعي كيف بعد الحادثة صار يتعامل معك وإيش بتوجه له؟ مثل ما قلت لك مش كل الناس طبعا نفس الكلام اللي قلته أول إنه في ناس طبعا عندهم بالنسبة لثقافتهم الاجتماعية طبعا من أول ما يسمعوا أي خبر قتل على طول بيجي في بالهم أنه والله قتلت لأنه هي عملت أو يمكن عملت كذا أو ما عملت كذا. ففي ناس برضو بخافوا ربهم بتقوا ربهم وبتسرعوش في الحكم. في ناس إلهم مصالح مع الطرف الثاني بروجوا مثلهم أو كذا. وفي ناس برضو بعفو ربنا مثل ما قلت لك وكل الناس اللي عارفين يعني بالنسبة لوضع احنا معروف احنا وقت من عائلة عريقة وشرفنا وكرامتنا فوق كل اعتبار وحتى برضو بعد عملية القتل بعشرة ايام نزلوا هم شجب واستنكار باسم اخوة القتل واهله وجهاء البلد بشجب واستنكار للجريمة وانه المرحومة ذات سيرة. شو راح تحكي لأولاد بنتك بس يكبروا؟ أكيد في منهم شافوا الحادثة وواعيين وراح تضل بأذهانهم. شو راح تحكي لهم؟ أنا أكيد إنه ضميرك راح يكون مرتاح. راح تحكي لهم ما خليت باب ما طرقته عشان أجيب حق أمكم. صحيح. أجيب حق أمهم وحقهم والحق اللي بيطلع لنا إلهم برضو مش إلنا. نعم. وفي نفس الوقت أنا بقى دائما بشجعهم أنه يتحدوا الظروف وأنه البلاء من الله سبحانه وتعالى للصابر واللي بصمد وبتحدى وبحاول يطور نفسه بنهايته النجاح. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيم لا أم ولا أب وطلع بأعظم وأكبر ديانة في نعم.
أبو مالك، بتمنى أن يكون صوتك بداية ورسالتك بداية مجتمعيا وصلت إلى مجتمعنا الفلسطيني ليراعوا ربنا على الأقل في آلية تعاملهم مع مثل هذه القضايا. وثانيا بتمنى جهات صنع القرار استمعت لك في هذه الحلقة، إن شاء الله قريبا نلقاك وأنت ماخذ حق بنتك وحق أولادها إن شاء الله. أنا مش بس حق بنت وحق أولادها، حق المرأة الفلسطينية أولا والمرأة بشكل عام في جميع أنحاء العالم، إنه يكون في قرار، يكون في كل واحد يفكر إنه يعمل هذا العمل أو يقدم على هيك عمل يفكر ألف مرة. وحتى لو برضو صار في حكم لسنوات مثلا راح ألجأ لأسلوب ثاني إذا ما كانش مقنع ومنصف، لأسلوب ثاني خليه يكون مادي مش مشكلة، بس يكون كاهل على أهله وعليه حتى كل واحد برضو يعتبر ويحسب الحساب. إن شاء الله خير، وإن شاء الله يعني قريبا نسمع منك الأخبار الطيبة بدون اللجوء لأي أساليب أخرى. إن شاء الله القانون بياخد مجرى وبياخد لك حقك وحق أولاد بنتك وحق بنتك المرحومة الله يرحمها. شكرا لحضورك، وإحنا معتزين جدا بمشاركتك. أنا بوجه الشكر للقضاء وللنيابة ولمنتدى الجمعيات الأهلية جميعا بدون استثناء على جهودهم، وربنا يوفقهم، واحنا رسالتنا واحد ان شاء الله. منسقه منتدى المنظمات الاهليه الفلسطينيه لمناهضه العنف ضد المراه الاستاذه صباح سلامه، شكرا على مشاركتك. شكرا. رئيسه نيابه حمايه الاسره من العنف دارين صلاحيه، شكرا لك. مشاهدينا احنا فاصل قصير ونعود لاستكمال فقرات برنامجنا لهذا المساء، تابعونا. الإرادة امرأة زوجتها الحياة بالزاوية، وفي ليلة وضحاها أصبحت معركتها إما أن أكون أنا وأطفالي أو لا أكون. زرعت فحصدت واقتدت من عرق يدها وأعلت أسرتها حتى سداد الرمق. الإرادة سيدة تأتي من مسافة القرية لتنفض تعبها على أرصفة المدينة وتنادي بصوتها الذبلان: بلدي خيار، بلدي فقوس، حمر يا بندورة، عنا زعتر بلدي، عسيلي يتين. إم شاكر من قرية الساوية رح تعلمنا في هذه القصة المصورة كيف أن الإرادة امرأة، تابعونا. يعني أولها أنا كان زوجي ما معه هوية لم شمل وما كانش يقدر يشتغل وكفين، عرفتي؟ فأنا صرحنا هيك يوم على المرمية، فبقول له بشاكر شو رأيك تروحي تبيعيهن في رام الله؟ يعني كانت حالتنا كثير سيئة، فطلعت أنا كنت أول يوم كثير كثير خجلاني مش عارف شو بدي أعمل، واقفة هيك واقفة، ولا هالشاب جنبي في الحسبة قل لي يا أختي أنت بتبيعي ولا بتستني في حدا؟ قلت له لا والله جاي أبيع هالمرميات. لو بقول طب تعالي أقعدي جنبنا، اقعدي انت اختي بعهد الله اقعدي. فعلا من يوم تو مخوين، فقعدت وبلشت تقول المرميات يعني الله جبرهن وكسبت الرزق الحلال وروحت، فهذا الاشي شجعنا. بعدين عندي الولد الكبير عنده اعاقه في السمع والنطق، اجى مشروع على البلد البيوت هاي البلاستيكيه واجوا ركبوا لنا البيت وبلشنا نزرع. فانا من جهتي كثير بحب الزراعه بهتم فيها. هذا البيت لما سكنته كان ما في ولا شجره الا الليمونات، درت بالي عليهن وزبطتهن وبلشت ازرع. البيت البلاستيكي له عندي 4 سنين، طبعا ما في يعني موسم اول باول، كل ما خلصت موسم بزرع الثاني. لما بكون يعني في سوق وفي حركه بكون الحمد لله مستوره، اما يعني انه بعرف انه ايد واحد يعني ممكن انه ما يعني انه بدك تبني بدك تعلمي بدك صعب، بس انه الحمد لله انا مره بحب شدين، حتى لو بقعد بالجوع ما بسجلش على حالي ولا شاكل في الدكانه، كيف يعني عشت اول باول والحمد لله مستوره. يعني حاليا من فضل الله
كثير إلي زباين محترمين شرواكم. مرات بتصلوا علي الستات البيوت على التليفون، ام شاكر انت بكره جاي جيبي لنا بندوره، جيبي لنا خيار، جيبي لنا سماق، جيبي لنا زعتر، جيبي لنا ورق دوالي. هيك انا شغلي يعني صار اغلب شغلي على التليفون. لما بكون في السوق هو طبعا بسرح بجيب المرميه من الخلا، هاي اول شغله. الزعتر لما انا بضطر مثلا تجيني زبوني هيك فجاه بتحكي لي ام شاكر بكره بدي زعتر اخضر، فبتصل عليه تليفون ابو شاكر قص لي كم من كيلو زعتر حسب الطلب، بقصهن بضممهن بجهزهن بسمد بروي بعشب في الحمامات، هذا يعني في البيت البلاستيكي كله هذا هو يعني شغله، عرفتي؟ فعشان هيك هو ايدي اليمين. يعني انا لما بدي اقعد في السوق على طول النهار من الساعه 8 الصبح للساعه 6 المساء، ايام بودن المغرب وانا في السوق، ايام بروح بدري حسب السوق هذا، فما بقدر انه اشتغله هذا الشغل بالليل. لا ما تلقيت ولا اي مساعده ولا من اي جمعية، بالعكس احنا بس الرؤيه اللي قدمت لنا المشروع واحنا كملنا، احنا بنزرع وبنخلع وبنعشب وكل شيء وبنسوق لحالنا. ان شاء الله انه الله بيقدرني وبنمي المشروع هذا، بس انا متضايقه عشان ابني الكبير، بس بدي حدا يساعدني في ابني الكبير بس، يعني هو هذا همي الوحيد. الصغير ما شاء الله عنه بيحكي بسمع كل شيء عنده طبيعي، وابو شاكر الحمد لله بيساعدني فيهم، بس انه ان شاء الله ربي يقدرني. وهذا البيت طبعا مش ملك إلنا، بيت لدار عمي، ان شاء الله انه الله بس بيقدرني وببني لهم بيت. القيمة الحضارية لأي مجتمع تقاس بمدى نبل الفن به ودور المرأة بصنعه. المساحة المتاحة للمرأة الفلسطينية بالفن وتحديدا الفن التشكيلي مع الفنانة لينا قادري بعد الفاصل. اهلا لينا. اهلا بك. التجربة الشخصية لأي إنسان هي اللي بتحدد قيمته الفنية، إلى أي مدى تجربتك الشخصية ابتداء من قبل جامعة النجاح أثناء ما كنت في الكويت والأردن ونابلس ومن ثم جامعة النجاح، كل هاي التجارب إلى أي مدى ساهمت بتشكيل شخصية لينا الفنانة؟ هو في الحقيقة الفنان أو كل إنسان هو عبارة عن تراكمات، يعني فالفنان تحديدا هو مجموعة تراكمات، والعطاء اللي بيعطيه الفنان هو بيكون بناء على الأشياء اللي تراكمت عنده في ذاكرته، ممكن تكون تراكمت بسبب الأحداث اللي هو مرق فيها. نعم. في حياته سواء سلبية أو إيجابية، فهي التراكمات بتساعد في تشكيل هوية الفنان ممكن، وكمان ممكن تأثر على أسلوبه وممكن تأثر على مدى العطاء عنده، لأنه أحيانا السلبية كمان بتمنع الفنان من أنه يعطي، وأحيانا الفرح المطلق كمان ممكن أنه يشل الفنان، ومرات بيحتاج مساحة ما بين الفرح المطلق والكآبة المطلقة علشان يقدر يعطي إشي جديد. يعني المخزون الفكري له علاقة بشكل مباشر بأداء الفنان وتوجهاته. طبعا أكيد الإنسان اللي بده يعطي يعني لازم يكون عنده مخزون علشان يقدر يعطي إشي جديد، إشي نعم. مختلف، إشي متنوع متجدد ما يكرر حاله. فهذا الإشي بيكون مبني على مخزون، يعني لازم يكون فيه له مصادر لحتى يغذي هذا المخزون اللي عنده. نعم. إلا بينفذ مخزونه وبيبطل فيه عنده إشي جديد يعطي. طيب كيف لينا قادري أنثت هذه التجربة، هذه الأحداث، نقلتها على اللوحات بشكل إناث؟ هو في الحقيقة التأنيث إجا فطري، يعني ما كان مقصود،
يعني ما كنت قاصدة أني أنا بدي أعمل إشي أنثوي، لكن ممكن طبيعتي أنا وتجربتي هي أثرت بشكل مباشر على يعني على تأنيث إذا زي ما أنت سميتيها اللوحات أو المحتوى اللي أنا بنتجه. نعم. وبنفس الوقت كمان هلأ يعني صرت أحس أنه أنا مش كتير مع أني أضلني في هذا القالب، يعني حابة أني أعمل إشي يعني يكون بعيد عن الـ 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 الأسلوب اللي أنا دايماً ماشية فيه. فكمان إنه هو هذا التأنيث عادة أو اللمسة اللي فيها الأنثوية اللي موجودة في اللوحات عندي، كمان بحب إني أضيف عليها أو أغيرها، مش أغيرها، ممكن إني أحتفظ في بصمتي بس أضيف عليها أشياء جديدة. المساحة المتاحة للمرأة الفلسطينية في الفن التشكيلي، برأيي بالسنوات الأخيرة ظهرت مجموعة من الأسماء البارزة، ربما تكوني أنت من أبرزهن. يعني هاي المساحة وين كانت قبل؟ أنا بقول هي المساحة كانت موجودة، بس بدك حد ينتزعها أو يستحق، مش يستحقها، يعني في كتير ناس بيستحقوها بس بدك تتعبي عشانها. أي مكان، أي شغل، أي طبيعة عمل فيها تحدي يعني، وفيها طريق وعر يعني، مش راح يكون طريق سهل يعني. موجود الإشي موجود، لكن إحنا لازم نتعب عليه، لازم نطلع من دائرة الراحة تبعتنا، لأنه طول ما إحنا قاعدين مرتاحين مش راح ننتج يعني. أساساً هو المجتمع الفلسطيني مجتمع ذواق للفن التشكيلي. أنت بالأساس. هلأ شوفي حديثا يعني جديد من جديد، يعني أنا صرت أحس إنه في ناس عم تهتم أكتر في المشهد. إحنا هون ضد الإجابات الدبلوماسية. لا أنا ما في إجابات. أنا بدي أحكي لك، أنا حاسة إنه في توجه من الناس تجاه إنهم يشوفوا يتنوروا بصريا ويتعرفوا بصريا على الأشياء اللي عم بتصير في المشهد الفني تحديدا، يعني الثقافي الفني خلينا نقول. وفي يعني مجموعة من الناس عم بتتابع هاي الأشياء وعم بتروح على هذه مثلا المعارض أو الإيفنتات أو الأشياء اللي بتكون لها علاقة بالفن. لكن للأسف يعني أنا بصراحة عم بلاحظ، يعني عم بشوف إنه الناس هم نفسهم عم يتكرروا في كل هاي المشهد الثقافي يعني. صحيح. خصوصا في رام الله يعني خلينا نقول. فأنا بقول إنه اقتصار الفن على شريحة معينة من الناس هذا إشي ضد الفن، يعني هذا إشي ما بيخدم الفنان وما بيخدم المشهد الثقافي بشكل عام. يعني ثقافة المجتمع هي مش مقتصرة أو ما بنقدر نختصرها في طبقة معينة. فأنا بعتبر إنه الفن لازم يكون متاح ولازم يكون في اهتمام له أكتر. طبعاً مودك بالألوان بيختلف من معرض لمعرض. كيف يعني تجاربك أثرت عليك في اختيار الألوان واختيار طبيعة اللوحات اللي بتقدميها؟ الألوان عبارة عن حالة نفسية وحالة ذهنية بتم إسقاطها على الورق أو على المساحة البيضاء. فأنا بعتبر إنه كل فنان بشكل عام في بيكون جواته هذا المخزون اللي ممكن يكون مشحون بطاقة سلبية أو طاقة إيجابية، وهذا الإشي رح يكون واضح في ألوانه طبعاً، إشي طبيعي يعني. يعني في مثلاً بيكاسو مرق بمرحلة اسمها المرحلة الزرقاء، قعد يرسم بس لوحات بدرجات البلوز اللي هي كئيبة يعني. فهذه يعني إشي بيميز الفنان إنه ما بيقدر ينكر، ما بيقدر يطلع لون هو مش حاسس فيه. فأنا بالنسبة لي الفن ما كان هو والله بالنسبة لي يعني لازم أنا أمشي على مدرسة ألوان أو على سكيل ألوان معين وأتقيد فيه أبدا. يعني ما عمريش يعني أنا قبل ما أني أرسم اللوحة ما عمري فكرت إيش اللون اللي رح أستعمله ولا مرة. يعني كنت أحط كل الألوان الأساسية مع بعض وأحط كل الدرجات. هو مزاج عام يتحكم بالضبط. وكنت يعني لما أنا أبلش أرسم يعني شو أنا من جوا هو عم بيطلع، أما أنا أقول والله بدي أعمل الوجه كذا وبدي أعمل الكذا الخلفية كذا، لا ما عمريش إني قررت إيش بدي أستخدمه. طيب. هل تعتقدين أن البساط مفروش أحمراً لأي فتاة لديها موهبة بالرسم أو أي موهبة فنية أخرى في مجتمعنا؟ لا طبعاً أكيد مش مفروض. خلينا نحكي عن معوقات تقنية ومعوقات مجتمعية. معوقات تقنية اللي هي أول شيء الفنان أول حياته يعني مش رح يلاقي دعم ومش رح يلاقي حد يجي يتبناه يعمل له معارض يعطيه كل فتاة الأشياء الجهد والوقت، لأنه الفنان لازم يتفرغ. نعم. وهذا التفرغ يعني بالآخر هو مجبور بده يأكل وبده يشرب وبده يصرف على حاله. فللأسف إحنا ما عنا حدا بيدعم الفنان كفنان وبيعطيه ثمن لوقته
لأنه وقت الفنان هو أهم إشي في حياته يعني، لأنه هاي اللوحات بدها أشهر لتطلع، بدها نعم. سنين يعني. أنا المعرض الأخير أخذ معي 3 سنين شغل، هذا كله يعني المفروض أنت بين المعرض والتاني سنوات بيكون في تحتاجي لمخزون فكري طويل. وبصراحة كمان الانتاج، انك انت تنتجي، هذا بده موتيفيشن كثير عالي، بده حافز كثير قوي. نعم. انك انت عن جد تحسي انه يعني انا بعد المعرض الاول كان عندي كثير احساس كثير دافع قوي، بعديها خف شوي، بعديها رد رجع، يعني هيك شوي بيكون في يعني طيب. متفاوت. خلينا نحكي عن تجاربك في مشاركة في معارض في فرنسا وبريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. قديش مهم أولا فلسطينيا وثانيا لشخصك كفنانة يعني. أنا ما شاركتش جسديا بس نعم بعرف لوحاتك اللي شاركوا، فهاي المشاركة كتير مهمة كانت بالنسبة لي، لأنه إنه أنا بعتبر إنه إحنا كفنانين فلسطينيين لازم يكون في عنا وجود في الساحة الفنية في العالم بشكل عام، وبشكل خاص في الحفل اللي فيها اهتمام بالفن، لأنه يعني كتير مهم أنا برأيي، لأنه الفن عبارة عن رسالة لازم توصل. يعني إحنا بنقدر نوصل كتير رسائل مهمة بالفن، وبعتبر إنه كمان إنه إحنا نبعد عن الكليشيه ونبعد عن الفن اللي فيه نوع من أنواع الاجترار كمان والتكرار، فأنا بفضل إنه كمان يكون في تمييز، يعني في ناس عم تطلع في إشي جديد، في تكنيك جديد، في ألوان جديدة، في كونسبت مختلف كمان، هذا بيخدم الفن الفلسطيني. فأنا بعتبر إنه هذا إشي كتير مهم. من أي زاوية بتحب ترسم المرأة الفلسطينية إذا أتيح لك ذلك؟ زاوية الفرح بس. رسمتيها انت زاوية الفرح اكثر من لوحه؟ صحيح. ما بحب انا الحزن والشؤم وما بقدر عليه يعني ما بتحمله، لانه انا يعني انا انسان كثير حساسه. لو طلب منك انه تدعم المراه الفلسطينيه بلوحه بقضيه ما بتعاني منها المراه الفلسطينيه بمجتمعنا، اي قضيه بتختاري؟ انا سبق ودعمت في لوحات، في لوحه من لوحاتي في مركز دنيا لمرضى السرطان للنساء اللي بيعانوا من مرضى السرطان. نعم. وكان فخر وشرف كتير لإلي طبعا اني انا اكون في هذا الاشي، واي اشي له علاقة بالنساء اللي عندهم اي مرض معين، وهذا انا بكل حب وبكل سعادة مستعدة. نعم. اني اكون موجودة يعني. نعم لينا كمان احنا كنا سعيدين بوجودك معنا في حلقتنا الاولى من برنامج مع رانيا، شكرا لوجودك. شكرا لك ويعطيك الف عافية. اهلين. مشاهدينا هيك بنكون انهينا فقرة برنامجنا لهذا المساء، الاسبوع القادم حلقة جديدة انتظرونا.